لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى نتدارس في هذه الحلقة الأنواع الأربعة للسنة النبوية. النوع الأول السنة القولية، وهي جميع الأقوال الصحيحة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجة قوية باتفاق العلماء. والسنة القولية هي أقوى أنواع السنة من حيث الاحتجاج بها. وأمثلة الأحاديث التي تدل على السنة القولية كثيرة، ومنها عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري. ثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. النوع الثاني للسنة النبوية هو السنة الفعلية. والسنة الفعلية هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دليل شرعي على الأحكام الإسلامية، ولها أقسام ثلاثة، وهي الأفعال الجبلية في النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه: العمل بهذه الأفعال الجبلية جائز. ومن أمثلة السنة الطبيعية للرسول صلى الله عليه وسلم الشرب والأكل والتبول والنوم واللما جرى. ويستحب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. ثانيا الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه: القيام بمثل هذه الأفعال حرام. ومن أمثلة السنة النبوية الخاصة به صلى الله عليه وسلم الزواج بأكثر من 4 زوجات. حرم هذا لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع لأمته صلى الله عليه وسلم. ثالثا الأفعال البيانية، وهي التي يجب الأخذ بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها لتعليم الناس. التنبيه: يجب أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، لأن عدم اتباعه فيه يجلب غضب الله. ومن أمثلة هذه السنة
الأعملية البيانية الصلاة والصيام والحج والوضوء. ومن الأحاديث الدالة على سنة الفعلية ما يلي: أولا عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يدي من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نأوى وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. ثانيا قال مالك ابن الأويرش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. إن شاء الله إلى الحلقة التالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.